هذه أرض الرمال والبحار. الماضي يحكي قصة البدو وغواصي اللؤلؤ والتجار والمحاربين. ثروات الماضي كانت تقبع تحت الأمواج. ثروات الحاضر نجدها تحت الرمال. هذه الثروات ساعدت على إنشاء مجمع غني بالكنوز الثمينة هنا في قطر، متحف الفن الإسلامي. 3 قارات، 1400 سنة، وقصص تروى لا حصر لها. لكم من الأسرار تطويها صفحات كتاب. هناك كتب تروي قصص المغامرات المثيرة، وأخرى قصص الحب والهيام. هذه قصة كتاب يصبو إلى آفاق أبعد من ذلك بكثير، كتاب يدور حول ضخامة اتساع الكون وعجائبه المثيرة. فمن منا لم يدهش بسحر السماء الصافية في ليلة هادية؟ عرجة النهر، الميسان، الطرف، الراقص. دعوني أروي لكم قصة رجل كان حبه الكبير مراقبة الكواكب والنجوم، وألف كتاباً غنياً بالحكم والجمال، كتاباً غير مفهوم الإنسان عن العالم المحيط بنا. خذنا قصتنا هذه إلى كواكب بعيدة وإلى جبال القمر، ولكن علينا أولاً أن نعود إلى الوراء 1000 سنة، إلى الصحراء العربية الشاسعة، حيث السماء الصافية تنبض بأنوار النجوم التي لا حصر لها. إلى مكان بدأ فيه صبي صغير يشع بحب الاستطلاع رحلة حياته. ونرافق قافلة من الجمال تعبر بحرا من الرمال، وتتبع طريقا قديما بعمر الزمن، وتحمل ثروات الشرق إلى أقصى حدود العالم الإسلامي، حيث تنتظرها السفن لنقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.
المر، الفلفل، حب الهال، القرفة، القرنفل، السنة، الزعتر، الزعفران، والبخور لكنائس أوروبا. كانت رحلاتهم طويلة وشاقة، يقطعون فيها أميالاً وأميالاً من الرمال تحت أشعة الشمس الحارقة. كانت كلمة قائد القافلة هي الكلمة الأخيرة ولا يناقشه فيها أحد، فأي خطأ بسيط قد يؤدي إلى هلاك أكيد. كانت القوافل تعبر الصحراء أثناء ساعات الليل الباردة. تحت سماء صافية تنبض بالنجوم التي طالما اهتدوا بها لعبور الصحراء. وقائد القافلة هو الذي يملك هذه المعرفة العريقة في القدم. ولكن كان هناك صبي صغير شغوف بحب الاستطلاع، لم يتوقف أبداً عن طرح الأسئلة. قال الصبي: كيف نعرف طريق رحلتنا؟ اتجه قائد القافلة بنظره نحو السماء الصافية، ثم أجاب: قال الله تعالى في كتابه العزيز، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم قال قائد القافلة: كنا ندرك كيف نقيس الوقت وكيف نجد المراعي المناسبة لجمالنا بمراقبة مجموعات النجوم التي أسميناها منازل القمر. هل ترى تلك النجمة الساطعة؟ سأل قائد القافلة الصبي. أجاب الصبي وعيناه تشعان بحب المعرفة قائلا: نعم. قال قائد القافلة: إنها تدلنا على اتجاه الشمال. وذهل الصبي، فهذه نجمة واحدة بين آلاف ملايين النجوم، وأراد الصبي أن يعرف عنها كلها. النظم، الفرد، آخر النهر، النهال، كان اسمه عبد الرحمن الصوفي، ولا نعرف عن حياته إلا القليل، ولكن كتاباته معروفة في كل أنحاء العالم. فلنتخيل أن بوادر كتاباته بدأت هنا. كما يشع القمر في السماء ثم يتلاشى، هكذا تظهر حضارات العالم العظمى ثم تختفي. لقد اندثرت حضارات الغرب القديمة وتلاشت قوتها، وضاعت معها ثروات من العلم والمعرفة. ولكن في الشرق كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد وحدت مناطق شاسعة من العالم شهدت فترة طويلة من السلم والازدهار. لقد انبثق فجر عصر ذهبي أينعت فيه بذور العلم والمعرفة.
ترعرع عبد الرحمن الصبي الشغوف بحب الاستطلاع ليصبح شاباً يشع بالذكاء. ما زال حبه مراقبة النجوم، بينما العالم حوله أصبح يتغير ويتبدل، ولكن حب الاستطلاع ظل رفيق حياته. وفي أحد الأيام فتح الأبواب أمامه على مستقبل باهر. هذه الآلة تسمى الأسطرلاب، قال له المؤذن، بها نستطيع قياس ارتفاع نجمة ما فوق الأفق، وأدوار القمر، وأوقات الصلاة، والقبلة باتجاه مكة المكرمة. رأى عبد الرحمن عالماً جديداً يظهر أمام عينيه، وأراد أن يعرف المزيد. ولتعطشه الشديد للمعرفة غادر عبد الرحمن الصحراء قاصداً المكتبات والمراصد الجوية التي بدأت بالظهور في عواصم العالم الإسلامي. بغداد، دمشق، إصفهان. كم كانت سعادته عندما وجد نفسه محاطاً بأعمال ألمع المفكرين في العالم، وفي نفس الوقت قادراً على مراقبة النجوم أثناء الليل. القائد، الخرط، القيد، ذنب الدلفين. لقد درس أعمال الفلكيين القدامى، ولكنه اكتشف أنهم لم يقدموا كل الأجوبة. كان واثقاً أنه سيرقى بأعمالهم إلى مستوى أعلى، ولكن من كان يصدقه؟ وكان مصمماً على أن يشارك العالم فيما كان يراقبه، فشرع في تأليف كتاب. قضى عبد الرحمن سنوات عديدة ليلة بعد ليلة يراقب مسارات النجوم وتشكيلاتها، ألوانها، أنوارها، أجرامها، مواضعها. كان يراقب ويصف ويسجل. وفي ليلة ما اتضح له أنه رأى شيئاً لم يذكر في أي كتاب، ولم يشاهده أي من علماء الفلك القدامى. هناك في سماء ليلة صافية رأى تشكيلة من النجوم لم يرها أحد قبله، وأسماها السحابة الصغيرة. وأخيراً أصبح جاهزاً لأن يقدم كتابه إلى العالم. ولأول مرة تم الجمع بين حكمة أهل الصحراء العريقة في القدم والعلم الحديث الذي تميز به العصر الإسلامي الذهبي. وفوراً اعترف العالم بأهمية كتابه. كتاب صور الكواكب الثابتة، وترجم ليقرأه علماء الفلك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كما درسه علماء عصر النهضة في أوروبا. توفي عبد الرحمن سنة 986 ميلادية في سن 82، ولكنه ألقى الضوء على أركان مظلمة من الكون بطريقة لم يسبقه إليها أحد. لقد رصد كل هذه النجوم والكواكب بعينه المجردة قبل اختراع التلسكوب ب600 سنة، وبمساعدة التلسكوب شاهد عالم أوروبي السحابة الصغيرة، ولكنه أسماها مجرة أندروميدا.
ولكن عبد الرحمن الصوفي كان أول من شهدها وبعينه المجردة قبل مئات السنين. فهل خطر له يا ترى كيف ستكون نهاية رحلته؟ ما يزال الإنسان يواصل اكتشافاته الفلكية. ولا شك أن ذلك الصبي الصغير ابن الصحراء كان سيدهش لو عرف أنه إذا ما اتجهنا بنظرنا اليوم نحو القمر فقد نشاهد أخدود الصوفي. لقد سمي بهذا الاسم تقديراً لرجل عاش قبل أكثر من 1000 سنة، وكان حبه العظيم مراقبة النجوم والكواكب.